إذن بهذه القذائف المدفعية يعلن جيش الفتح ضمن حملة الغضب لحلب عن بدء التمهيد المكثف على المناطق في ريف حلب الجنوبي عن منطقة الحويز والتلال المحيطة بها. تهدف هذه المعركة للوصول إلى حلب كما ذكر لنا القادة العسكريون، تبدأ بمرحلة كسر الحصار عن حلب ومن ثم التقدم للوصول إلى داخل مدينة حلب. هذا التمهيد المدفعي بالأسلحة الثقيلة على مناطق محيطة ببني زيد والشيخ سعيد في عدة تلال محيطة بها، يتم الآن تمهيد مكثف عبر الأسلحة الثقيلة على هذه المناطق. نحن جيش الفتح قد قمنا بهذه حملة الغضب لفك الحصار عن مدينة حلب، والآن نقوم بالتمهيد على التلال المحيطة بالمدينة وعلى محور الحويز، وهناك محاور أخرى يقوم الإخوة من الفصائل الثانية باجتياحها إن شاء الله. نحن الآن نقوم بالتمهيد لكي نفسح الطريق ونفسح المجال لإخوتنا الاقتحاميين بالدخول إلى المناطق حتى ندخل من محور معين هناك في مدينتي. أهم الأسلحة المستخدمة في هذا التمهيد؟ هناك أسلحة كثيرة، يعني عندك المدافع الميدانية النظامية 130 وال 122، وهناك الدبابات والمجنزرات بكامل، يعني بكامل الأنواع. الحمد لله رب العالمين، جمعنا الكثير من الأسلحة، وهناك الراجمات وأسلحة التصنيع الفيل، وهذا مؤثر جدا بصفوف المرتزقة.